واحنا داخلين على قمة المناخ في تقارير كتيرة قوي بتتكلم على منظمات المجتمع المدني ودور منظمات المجتمع المدني وأهمية دور منظمات المجتمع المدني، لكن عبد الفتاح السيسي عنده سياسة تانية خالص اسمها وأد منظمات المجتمع المدني. المجتمع المدني الحقيقة من أول ما السيسي وصل للسلطة بيشهد تراجع كبير جدا، مش لأن الناس بطلت تشتغل، لأن السلطة نفسها شددت القبضة الأمنية على أنشطة منظمات المجتمع المدني، وكان في ملاحقة للرموز وإلقاء القبض عليهم أيضا، وتم محاكمة عدد كبير من هؤلاء على ذمة قضايا متعلقة بحاجتين، بالتمويل وبتهديد أمن الدولة. السيسي لما أقر قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية تم فرض قيود أكثر تشديدا على تأسيس المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية. القانون منح الحكومة سلطات كبيرة جدا، يعني لا تجعلها تتجاوز المسار المخطط للمنظمات، يعني وفقا للقانون ووفقا لصلاحيات الحكومة. موقع العربي الجديد بينشر خبر النهاردة الصبح عن مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، والحقيقة المهلة هنتكلم عن تفاصيلها بشكل أكتر في الاستعراض المعلوماتي الجاي، لكن اللافت للنظر أنه نظام السيسي اللي العالم كله بيقول له خلي بالك في قمة مناخ منظمات المجتمع المدني لازم تكون في صدارة المشهد، هو ودن من طين ودن من عجين، بيديهم مهلة أخيرة. تعالوا نشوف إيه التفاصيل. ضربة جديدة لمؤسسات المجتمع الأهلي المصرية. في 5 أكتوبر 2022 امبارح مجلس الوزراء وافق على إقرار مهلة أخيرة. المهلة الأخيرة دي بموجبها بتسمح لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي بتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وإلا أيوة ركز معايا بقى، وإلا ستغلق بالقوة، سيفرض عليها غرامات كبيرة تصل الغرامة الواحدة إلى 1,000,000 جنيه، سيتعرض العاملين داخل هذه المنظمات للسجن. نقف هنا شوية لأن النقطة دي مهمة. أنا عندي تقارير حقوقية وتقارير صحفية غربية بتقول لي خلي بالك يا عبد الفتاح، خلي بالك يا مصطفى مدبولي، انتوا عندكم قمة مناخ يا جماعة الخير، لو سمحتوا يعني خففوا الضغوط شوية على منظمات المجتمع المدني. فاحنا دولة قانون زي ما انتوا عارفين، فاحنا نظام بيحترم القانون وعندنا قضاء بيتعامل بالدفء الأسري. الفقرة اللي فاتت كل شيء مدروس، كل فقرة بتسلم للتانية، فبنوصل لإيه؟ ان يخرج رئيس الحكومة يقول مهلة أخيرة يتوفق أوضاعك وفقا لشروطي أنا، يا تسمع الكلام اللي أنا قلته لك، يا إما هنقفل المؤسسة بتاعتك، هيتم اعتقال الناس، هيتفرض عليك غرامة 1,000,000 جنيه. فلما تجيلي تقارير حكومية أطلع بنفس الطريقة بتاعت ما عنديش معتقلين سياسيين، أطلع أقول لك إيه، أنا ما عنديش منظمات مجتمع مدني عليها قمع، لكن هم مش مستوفيين الشروط. يا بنت أصلا قانونك فيه عوار، أنا ماليش علاقة، إحنا دولة قضاء والقضاء عندنا قائم على الدفء الأسري اللي قلنا عليه. من سنة 2014 الحقيقة السلطات المصرية بتشن حملات كبيرة جدا ضد مؤسسات العمل الأهلي. في عام 2017 البرلمان المصري بيقر قانون الجمعيات الأهلية. بعد إقرار القانون تم تضييق على كام؟ 47,000 جمعية أهلية مصرية وأكثر من 100 جمعية أجنبية. القانون أيضا قال أنه لازم تسلم إدارة الجمعيات دي لجهازين، جهازين وطنيين. جهازين الحقيقة مهم أنه هم يكونوا موجودين في المشهد بتاع مؤسسة المجتمع المدني، المخابرات العامة والأمن الوطني. نقف هنا شوي، عايز تشتغل مجتمع مدني؟ أيوة يا بيه. وظيفتك إيه؟ وظيفتي إن أنا أتحرك جوه المجتمع، جوه الشارع، وظيفتي إن أنا أوعي الناس، وظيفتي إن أنا أخد تحركات ضدك كحكومة في بعض الأحيان. طب جميل، إحنا دولة قانون، تعال بقى يا مدير المؤسسة دي، تعال أنت اسمك إيه؟ اسمي مثلا جمال عيد، تعال يا عم جمال حقوقي المشهور، اسمك إيه؟ اسمي حسام بهجت، روح للمخابرات العامة والأمن الوطني. فيروح جمال عيد وحسام بهجت للمخابرات العامة والأمن الوطني، فيتم التحفظ على أموال حسام، ويتم منعه من السفر من 5 سنين أو أكتر، ويتم الاعتداء على جمال عيد وأيضا التحفظ على أمواله و. فهم راحوا للأمن الوطني والمخابرات العامة، لكن الحقيقة المخابرات العامة والأمن الوطني ما عجبهمش يعني شكل حسام وجمال، فقرروا أنه هم يتعاملوا معهم بشكل آخر. طبعا اللي حصل من هذه القرارات أدى لاعتراضات أمريكية وأوروبية واسعة بشكل كبير. عبد الفتاح السيسي وكالعادة، وربنا ما يقطع له عادة، لما بتجيله الضربة من برة بيتراجع. تراجع السيسي في 2019 وقام بتعديل القانون،
لكن الحقيقة تعديل القانون ما عجبش المنظمات الحقوقية اللي برا. منظمتي العفو الدولية و Human Rights Watch قالوا إن التقرير أو تعديل القانون هي نسخة محسنة من قانون كارثي. أنت بتضحك على مين يا عم؟ أنت ما ينفعش تضحك علينا لأن إحنا اللي شغالين في القصة دي. طيب في كام مؤسسة تقريبا للجمعيات الأهلية شغالة في مصر؟ عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني اللي شغالة في مصر 50,326 مؤسسة، والجمعيات دي بتقدم مساعدات لملايين المصريين الحقيقة اللي بيعيشوا على دخل منخفض للغاية في اليوم يمكن لا يتعدى 2 دولار. طيب الحكاية اللي حكيناها لحضرتك دي لازم ترجعنا شوية لعبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم على منظمات المجتمع المدني. تعالوا نفتكر مع بعض كده السيسي قال ايه عن عمل هذه المنظمات. كنا بنتكلم على منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في بلدنا فوق 45,000، فوق 45,000، وبتقوم بدور مجتمعي رائع، مجتمع رائع. ولما احنا وجدنا ان القانون بتاع منظمات المجتمع المدني في نقاش عليه، طرحناه مرة تانية لهم وقلنا لهم خشوا في حوار مجتمعي وشوفوا انتوا عايزين تضيفوا ايه، عشان احنا عايزين دوركم. لان اذا كنا بنتكلم على دولة بالحجم ده وفي منظمات المجتمع المدني لها دور مهم جدا في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة والاجتماعية الصعبة، يبقى لازم نوفر لهم المناخ بان احنا نسمع منهم. فاحنا صدقناك فقررنا ان احنا نتحرك في المجتمع زي ما انت قلت، والسيسي وعد فأوفى وقرر ان هو يوفر المناخ لمنظمات المجتمع المدني، فكان مشهد تشميع مركز النديم. نتابع. أجينا تليفون دور العمارة كان فيه قوة بتقفل المركز، أجينا فعلا لقينا الشقق كلها مقفولة بتاعت المركز، في حين شقة العيادة بقى فيه عمل إدارية، شقة العيادة متشمعة وأيضا الشقق الإدارية. مناخ جميل من الحرية والتسهيلات اللي بيوفرها نظام عبد الفتاح السيسي للعاملين في منظمات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية. مين الخسران بقى من حرب السيسي ضد هذه المنظمات؟ ومنها طبعا كان جمعيات إسلامية، كمان الجمعيات الطبية الإسلامية اللي أممها عبد الفتاح السيسي والكلام ده كله. الخلاصة بتظهر في المشهد اللي هنشوفه دلوقتي لمواطنة مصرية بتشتكي لأن هو الراجل لم يوفر لها خدمات من الحكومة ولا سايب المجتمع الأهلي يوفر لها خدمات، فبتكون دي للأسف النتيجة. نروح فين لما لو دغري بقى شغالين هنا مش لاقيين ناكل؟ نفتح بيوتنا منين؟ ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا والله فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. يا دي كلمة اللي احنا نقدر نقول حسبي الله ونعم الوكيل. عمل 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 عمل